السلام عليكم. اليوم عندنا صور تاع ملعب عنابه اللي اتخذت اليوم، وهذا الصور تظهر تقدم كبير في عمليه وضع الكراسي وكذلك عمليه التجهيز اللي سوف نشاهدها في فيديو اخر. وجدير بالذكر انه لم يبقى الا شهر وعشرين يوم قبل بدايه الشان. ان شاء الله لهذه الخمسين يوم اللي بقات الأشغال تنتهي في وقت تنتهي قبل يعني الموعد هذا. وإن شاء الله نذكر ونعاود نذكر الألف مسؤولين أنه لي بانو بيبليسيتا اللوحات الإشهارية لازم تكون إلكترونية. رانا في 2022، رانا في الألفية الثالثة. إن شاء الله يا ربي الناس تفهم باللي العالم راه يتطور، وما بقيناش في الألواح تاع الحطابية والخشبية وليت تحكم بالشكاير تاع الرمل من اللور وقاعيتيك. المهم ان شاء الله المسؤولين هادو ياخذوا بعين الاعتبار هذا، يعني هذه الملاحظات مهمه جدا، لانه السمعه تاع الجزائر وليماج تاع الجزائر راهي فوق في العلالي بزاف. لازم نحافظ على هذاك المستوى وما نطيحش روحنا على زوج دورو. والسلام عليكم.